البيت النهاردة الجميلة كفتة الفراخ. وعايزة اقول لكم يا جماعة دي طريقة من طرق كتيرة لكفتة الفراخ، وان شاء الله هنعمل مع بعض بعد كده في حلقات تانية طرق جديدة لكفتة الفراخ، ودي طريقة من الطرق بتاعتها. عملتها طبعا مع الرز الاصفر، وانا عملته قبل كده معاكم على القناة بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده. ودي الكفتة اهي بتاعتي لونها جميل، وعملتها تحت الشواية حبيبي، مقلتهاش في زيت ولا حاجة. ومعانا الكوسة بتاعتنا، الخضار بتاعنا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده معايا بالشكل ده، ومعايا الفراخ المشوية اللي اخدت منها حبايب قلبي الصدر اللي عملت منه كفتة الفراخ. يعني دي فرخة واحدة بس، دي حبايب متاخد منها الصدر بتاعها، عملت منه كفتة الفراخ بتاعتنا زي الدور اللي فات. عملت رول الفراخ بفرخة واحدة بس، ودي بقيت الفرخة، دي وجبة متكاملة بفرخة واحدة بس حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. والكوسة دي طريقتها بسيطة خالص، بصلة بتحمريها في شوية زيت صغيرين بمعلقة زيت زيتون كده، وحطيت عليها فصين ثوم مدقوقين عشان ما احطش الثوم ني، ونزلت عليهم بنص معلقة من الكركم لان الكركم احنا بنحبه جدا في الخضار. وبعدين نزلت بالكوسة بتاعتي على البصلة والثومة وقعدت اقلب فيهم، وشوية فلفل ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة، وطماطم مفرومة زي ما انتوا شايفين كده، وسبتها لما اتسبكت وغلت في بعضها واستوت وبقت معايا بالشكل ده طبعا. والملح بتاعك بتظبطيه طبعا ما انت بتحبي الحدق بتاعك زي ما انتوا شايفين معايا. يا رب تكون الوجبة عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسوناش بقاء دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.